هذول ما تناقشوا عيان. وبعدين المره اللي فاتت جلدوه هنا وشهاب ما قصر معاه، مشى حلق صلع ولبس له شراب، انا مراقبه ما تم ما بزول بعد انتهى الركن ما بزول يجيب معاه. يا جماعه الناس ما تضيع زمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ شنو؟ الكير. فحامل المسك إما أن يحزيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. أصل البيبيع بيبيع الريحة دي واحد من ثلاثة، يدك هدية قال لك شيل استفدتها، ولا اشتريت منه برضو استفدتها، ولا كان مدك هدية ولا اشتريت بيقول لك هاك جربها. انت بتكون قاعدة وهو ماشى وبتكون شنو بالشم، هسي ده تجرب منه شنو عمك ده. بعدين في النهاية قال: ونافخ الكير، واللي هو في ضرب المثل لجليس السوء، قال: إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا أيوة منتنة، فده بتتضرر منه اللي هو جليس السوء. والناس الحمد لله الذي نظنه بإخواننا ليس لهم شك في دينهم، زول ما عنده شك في دينه، دي مسائل متقررة ومسائل واضحة أن الله تعالى هو الواحد المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه لا يدعى غيره ولا يستغاث بغيره، إلى آخر التوحيد الذي ذكر جزى الله تعالى خيرا الإخوة. النقطة الثانية: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي جاء من عند ربه سبحانه وتعالى بالحق، وأنه دعا الناس إلى الخير، فالواجب اتباعه. وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تركوا كل شيء من أجل ربهم سبحانه وتعالى. أنا دار أعلق نقطة أخيرة تعليق بسيط وبعد ذاك نختم به إن شاء الله تعالى، اللي هو على الجماعة اللي بيجوا بيا ديل ديل ناس، لأنه في شباب بدأ راسه نضرب ما تشتغل بالحاجات دي، بكون في ثلاثة كيزان ولا صوفية دارين عملوا لخبطة. أنا البلد دي سكنت فيها هنا دي، وكلنا الحمد لله الفتة من زمن الناس بتشترك 600 نص الجنيه، وذاك الناس بتشترك فيه هسي بقت 6 و7 وما بتحل لك. صوفية كتروا وتاني قلوا، والكيزان كتروا وقلوا، والشغلة ماشة، وتلك الأيام نداولها بين الناس والله يتقبل. ففي بعض الكيزان بيحاولوا يسووا لخبطة، واحدين تانيين بيمشوا سايتة ما تبقى زي شنو زي ناس الترمس في السوق العربي، واحدين الترمس بيكون فيه ضبانة كيس، بعد ذاك واحد بكور يقول فيه ضبانة، في اثنين بيجوا بكشفوا، تاني بعد شوية بتلموا مجموعة، تاني جماعة اللمة بتبقى كثيرة، واحد تلقى طالع بفوق في شنو يا أخي ترمس فيه ضبانة ما ترمس. فإنت ما يكور جا شنو سواء عملوها كذا ولا غيرهم، فما تلتفت لهم. أنا ما دارين نتخبط في الناس هاي نظلمهم حتى لو شنو على غير المنهج، فديل ما تشتغل بالجوطة دي. الناس ديل اللي هو ناس شكل زي شكلنا، دقن زي الدقن، اسبال ما قاعدين يسبلوا زينا، وان كان هسي الدقن بعض المشايخ بدوا شنو يصلوا ليها تسويد، وسود الله وجهك سودة كذي، بس الله جابه سودة، انت محروق مالك سودة كذي تتسود فيها، عمك كبير هنا دي الله يهديه بيجاي في مربع 5 سود الله وجهك والى اخره، ومعاهم كذي وده بيجاي والى ونبز لا خلى ام لا خلى، وما بتحل لك في النهايه. ودي ما قضيتنا معاك العظمى، قضيتنا الصحابه. فالنازل بيجاي انت ما يشطبوا راسك ولك يا اخي والله ده السلفيين جونا بيجاي، وديل انصار السنه، وديل بيقول لنا التوحيد، وديل بيقول لنا التوحيد، والحاصل شنو وفي شنو؟ الحاصل باختصار جدا، النازل بدوا دعوه الى التوحيد في البدايه زي ما ذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، من باب التاريخ وليس من باب الموازنات. موازنات دي ما حاجة هسه الآن موجودة، بعد ذاك شنو أو حاجة في الشخص الاثنين، فدي اللي تغيروا في النهاية. بيقوا الهدية رئيس الجماعة الأول من الأوائل قال في برنامج أسماء في حياتنا، عشان الناس ما تقول لك أنصار السنة مالون مالون، الناس غيروا الشغلة، وبعدين فيها حزبية وفيها مصايب ثقيلة جدا، احنا دارينك تكون حر. الهدية قال في برنامج أسماء في حياتنا الجزلي ذاك معاه، ولما انضحك ذاته قال والله بحليفته
قال والله أنا بحب البرعي. وفي قصائد وفي قصائد جيدة. بعد ذاك جابوا قصيدة لأولاد البرعي والبرعي قاعد والهدية بعين، والله الذي لا إله غيره بحب. قال شنو البرعي؟ البرعي قال بحبه. ورب العزة والجلال قال في القرآن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. بدا يعني ظهر، مش بدا من البداية، بدا يعني ظهر. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والبرع يقول إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. ويقول مصطفى عركينا مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم. وقول كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. ده منه؟ ده برع القوم. صوفية أخت حب راس وينادوا في الشيوخ أبو العباس منادي وما بعرف ساكن فاس. هذا أنا من كلها جايبة سمعت الحاصل؟ تاني دقيقة ما في حاجات ولا قال لك بيرقصوا وأنا ذاتك راعي وعاصر علي. أنت ما جايب خبر سه والله الشغلة دي فيها جوطة شوية. أنت ما عارف الحاصل ولو كلها مصايب وله ولخبطة. تحب ديل وذاك واحد اسمه مطر، ديل أنصار السنة يا جماعة احنا ما نمرق من الموضوع. على مطر ده من قادة أنصار السنة الإصلاح بوجود محمد الأمين إسماعيل ده نائب رئيس الجماعة، بوجود عبد المنعم صالح ده أمين الجماعة. ذات أسماء غريبة، رئيس ونائب وأمين وإلى آخره. واحد في رفاعة جلي كشة كلها أمراض جزام وسرطان وحاجات جاتنا من وين؟ نسأل الله العافية. فالمهم إلى الله المشتكى، أمراض ابتلي بها هؤلاء القوم ويريدون إمراض الناس ظنوا ذلك أو علموا أو لم يعلموا. جابوا بغادي واحد برضو ده في رفاعة قال اسمه عبد حمدته، ما صلاح حمدته ذاك، ده عبد حمدته. واحد قدم وأنا صليت المغرب بصلي في النافلة، واحد قدم وتلفت لقيت كشة قاعد ورا. بعدين ذاك قدم وقال نقدم شاعر الدعوة، قربت أقطع الشغلة. شاعر الدعوة عديل بقت فيها وكذي، قال عبد حمدته. شاعر الدعوة مسك الميكروفون طلعت برا، شاعر الدعوة قال لهم من فوائد هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه إنه حرام، ما بجوز تقول لزول يا كافر ولا يا فاسق أو يا مبتدع. قال والرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل قال لأبي لهب يا كافر ولا قال لأبي جهل يا كافر. يا ناس كلام ده؟ والله قال لي في القرآن قل يا أيها شنو الكافرون، ذل ما فيهم أبو جهل وأبو لهب. وقال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. فمطر دي أنا جبت لك الشغلة. بعدين مطر ده ذاك هناك بغادي في جهة كردفان، أيوة جنب بزبد، هي ذات المسجد افتتاح في بزبد في المنطقة دي. فقال نحن وقال أنصار السنة ما برضوا في الصوفية، وأنصار السنة ما برضوا في الإخوان المسلمين، والصوفية ما برضوا في أنصار السنة، والإخوان المسلمين الإخوان المسلمون ما برضوا في أنصار السنة، وكلنا يد ضد الشيعة، والبيناتنا خلافات بسيطة نقعد في الوطة نحلها. ده أنصار السنة زمان الشغلة بيرموها بشنو؟ بالشباك وفيها ضرب وكذي. كلهم سنيين. ما
الشغله دي الناس في ناس راس ضارب فلازم نبينه. هاي التزيين ما واضح لكن في الكشف بعدين الدنار ده بياكل لباسته وبيجيها بطريقته. نسأل الله يوفق شغله تمشي لقدام. نسأل الله الرحمه لكن في النهايه الموضوع ده طويل جدا. فقال يا اخي قال كلها وقال دي سنيين انصار السنه سنيين والصوفيه سنيين كلهم قال والاخوان المسلمين سنيين والصوفيه ما بيرضوا في انصار السنه والاخوان المسلمين قال ما بيرضوا في انصار السنه وانصار السنه ما بيرضوا في الصوفيه وما في ما بيرضوا في الاخوان المسلمين. الكلام ده يا جماعه مش ده جوباك مش الشغله دي اتلخبطت. والله قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. الجبراوي ده من قاده انصار السنه عشان تعرف ان احنا ما انتقدنا الناس زي ساي ما ظلم ودي مساله الصوفيه بس. الجبراوي قال نحن من زمان قال في معاملات سوا وقال قريب 23 من خيار بيوتات الصوفيه من ناس مضومبان واولاء والكباشي قال يتعاونوا مع الشيخ الهاديه الكلام ده من كلهم الشبكه دي قال يتعاونوا. التعاون ضد شنو؟ ضد الشر الاكبر اللي هو الشيعه. واحد عصرته في مناظره دار يعمل بها رواج والله نسال الله العافيه. واحد قال لي ده جابوه في من المدينه عشان يكسر الشباب ينسفن وقلت له في المناظره قال لي استغفر الله وشغال اسي والله الذي لا اله غيره. والناس اللي قبليك يتكسروا والله يتقبل وليس بحول احد ولا بقوه احد من الناس وانما امر من الله سبحانه وتعالى. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فده في المناظره الولد ده قال لما عصرته قلت له انتم محتاجين يعني تتعاونوا مع اهل البدع ضد الشيعه براكم ما تردوا على الشيعه. قالوا والله نحن ما بنقدر نغني عن الناس عشان كذا جبنا التانيين ذيل معانا عشان الناس كلها تقتنع. والله الذي رفع السماء قال الكلام ده وموجود ومسجل والى الله المشتكى. ذاك ود البله جابوه في نقاش ومناظره مع واحد اسمه محمد مصطفى الياقوتي. ذاك كتم اتباع عديل قال الناس بيتمددوا والشغله دي ماشيه وعندهم تاثير كبير. وذاك ما شاء الله بتاع المذيع برضه جايه وداه واحد كذا قال لي انت ما عندك تاثير ليه؟ والله خلاه. المهم شغله جاتت كلها شبكات ذاتها ونحن في نص الشبكات دي شايلين خنجرنا بنشرطها جت بفضل الله تعالى وما بالقوه ما بسكين بتاعت حديد بسنوها بالكتاب والسنه بس وبألسنتنا هذه بفضل الله تعالى. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فود البله سالوه المذيع ساله قال لي يا دكتور محمد ابراهيم البله هل انت بتعتقد هل في قواسم مشتركه بينكم وبين الصوفيه يمكن البناء عليها من اجل يعني الاجتماع؟ قال والله ممكن. قال في قواسم مشتركه كثيره جدا قال وخاصه خصوصا في السودان قال قواسم مشتركه شنو؟ كثيره جدا. ذاك بغادي الصوفي قال له الاخطاء اللي بقعوا فيها الصوفيه بقعوا فيها الجهله يعني الاتباع. اما الاخطاء اللي بقعوا فيها ناس كنيتو بقعوا فيها الكبار وما بخطاء ذاته ما بعصمة عند الكبار لكن دي اشياء كلها هم ملخبطين فيها وكلها في النهايه من باب الافتراء والى اخره والخطا نحن بنرده. فقال الاتباع بتاعنا الصوفيه هنا اللي بقعوا في الاخطاء والجهله مع انه البرعي وان كان الكلام ده ود البله ما عارفه دي ذاته مشكله كبيره جدا. البرعي بيقول كباشي كم ادى ولد في كل بلد كم حل عقد الى اخره والابيات التي تذكر. هل البرعي من اتباع الصوفيه ولا من القاده؟ ده من الجهل الصغار ولا من القاده؟ يا اخي ده من القاده. عبد المحمود نور الدائم بتاع النصره العلميه ده من القاده ولا من الاتباع؟ ده قال في النصره العلميه قال الشيخ عبد القادر الجيلاني ده مصلبطين فيه طبعا وكذابين. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في النصرة العلمية قال الملائكة عندهم شيخ شيوخ والجن عندهم شيوخ والإنس عندهم شيوخ وأنا شيخ الكل. أنت فهمت كلامه؟
قال ملائكة عندهم شيوخ، هذا قال، والجن عندهم شيوخ، والإنس عندهم شيوخ، وأنا شيخ الكل. شيخ الكل يعني كل شنو؟ كل الحاجات، كل الناس ديل، كل الأشياء دي كلها، قال هو شيخه ده في النهاية. وجاب قصة، قال بواب، باب، قال باب تطور الأولياء، الولي بيتطور. قال قال فأحيانا تدخل على الولي فتجده شيخا، وأحيانا تدخل عليه فتجده حنشا، والله كاتبه كذي، وأحيانا تدخل عليه فتجده يعني حيوانا، المهم فيل غيره. يعني الشيخ انت ممكن تخش تلقاه راجل، بعد شوية تخش تلقاه حنش، مش شرح حنش دي بطريقتك، بعدين تاني بعد شوية تخش تلقى الشيخ بقى عايم في طشط، بقى بطة ولا حاجة تاني، بعد شوية تلقاه بقى عتوت بيتطور. قال كاتبة زول ده قال الشيخ بيتطور. بعد ده قال تاني من الكرامات، قال واحد اسمه عبد الرحيم المغربي، هو في ترجمة الطبقات اسمه عبد الرحيم علي المغربي، قال له من كراماته أنه حكي أنه كان جالسا مع طلابه. ديل الناس اللي بيقول كلام ده، ديل أتباع للصوفية ولا قادة؟ ديل قادة يا ناس، والدلبلة بيقولوا له في الكلام ده، وكلها مصائب وابتلاءات، والشغلة دي مستمرة من أنصار السنة ماشيين في الشغلة دي. ده عبد الرحيم ده قال جالس في حلقة، قال فنزل شبح من السماء، وفي رواية شيخ اللي اتنين مكتوبات كده، واحد مكتوب شبح شالوا نقطة من تحت ونقطة من فوق، واحد مكتوب شيخ ادوها نقطة تحت وادوها نقطة شنو فوق، وبين قاطع احنا بنجيبه ومنخليك. والله ده قصة معانا، والموضوع ده طويل جدا، جايين كوركو بجاي ويا فلان ويا علان وما بنخليكم، نحن ذاته ما بنخليكم، بس بعد ننتهي ان شاء الله بنديكم بالرفرف. والتاتشرات الجاية الجديدة ان شاء الله فيها حاجات قدام، كان وحلة الأربع على ساتك بترمي حاجة كده بتجر شغلة دي، ما شاء الله يتقبل مناس عجيبين والله الذي لا إله غيره، يجوك بيجاي وبيغادي الحكمة والأدب والشنو، بيغادي يدفرك. دفروني أنا كنت ضعيف، مشيت الحمد لله، شربت موية زمزم وجيت عاتي، والله بعد ده تدفر تشوف حاجة، تلاقينا ضعيف استقامت حاجات، نسأل الله يقف على قدام. فالموضوع طويل، فلذلك الموضوع ده، ف قال لك الزول اللي قاعد في الحلقة نزل شبح من السماء، قال بعد فترة قال الشبح صعد، فقال الحاضرون للشيخ ما هذا يا شيخ؟ قال هذا ملك من ملائكة الله تعالى، وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه، فشفعنا له عند الله فقبل الله شفاعتنا فيه. ملك قال غلط في السماء، ده في كتاب النصرة العلمية، وشوف ده دارك حلها عما مرة واحدة، دار ينصرة لخبتة مرة واحدة، ودي كلها مصائب وبلاوي. وبرضو واحد قال قوموه من قبره، ليو ما راضي من ولده برضو قوموه، وديك بتاع انسراج السالكين قال الشيخ، قال الله ملك الكون اللي هو الطيب البشير، قال الله ملك الكون 33 سنة، قال ما نقص منه جناح بعوضة، الكون ملكه للشيخ، ونحن قاعدين، وقال يعني قاعدين في الكون، مش نحن نقصنا جناح بعوضة ما نقص. والجن دي بيموت كل يومين ولا ثلاثة، ما شايفه بموت بتلقى ميت براو، ودي جناح بعوضة قال لك ما نقص، ملكوا الكون. فالصوفية معاه ضلالهم دي، أنصار السنة الآن الشغلة بقت، والكلام ده هم كشفوه. واحد من قادة الإصلاح بيجيب كورك بيجاي، ده صاحبه بيجيب كورك بيجاي، هنا الاثنين في اجتماع جابونا منا وفارقنا الشغلة دي، الله يتقبل. جابونا في اجتماع قالوا نحن إن شاء الله بعد 25 سنة خطتنا نمسك البلد، البلد تقول فاكة غنمايا زاي، قال بعد 25 الخطة 25ية قال نمسك البلد. زول دار يمسك البلد يا ناس، ولو دار تمسك، دار تمسك ليه؟ والله دار نصلح، ويتأسي الشغلة بديت تخليها تمسكها، وعربية قدام وموتر ورا ولا موتر قدام، تاني بتفكر في إصلاح ولا تاني بتبقى جاسفة بيجاي وبيجاي. والموضوع ده طويل واللخبة كثيرة. فهذه الصوفية، الآن مات شيخ الصوفية قبل فترة اسمه الجيلي، انصار السنة مشوا عزوه، مشوا هناك كر مشوا عزوه. الترابي مات، ده الرؤوس الضلال يا ناس، الزول بعاديون ويتقرب إلى الله بعداوتهم، لأنه زي ما من الدين تصلي
من الدين عقيدة اسمها الولاء والبراء، أن تحب في الله. زول حبيته في الله، الله بديك حسنات. ده أبغضته في الله، الله برضو بديك حسنات، دي في أجر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية يؤدون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. ذكر أخونا وكر قبل شوية، التراب مات بعد اللخبة بتاعته دي كلها، عذاب قبر ما بوليك وإلى آخره، علامة الساعة صغرى كبرى، كله دي كلام ساي ونزوله بعد الأشياء دي كلها. مشى مندوب من أنصار السنة، واحد فيهم مشى باسم الجماعة ومشى عز هناك وقال دي شخصية وكذي لا تتكرر، قال شخصية إسلامية لا تتكرر، ولعله صدق أنها لا تتكرر في الضلال، لكن هو قال من باب شنو؟ المدح وليس الضلال. لما الجماعة كبروا الله أكبر، والله ده أنصار السنة، الكبير ذاته فيهم وليس فيهم كبير، إسماعيل ما شاء لناس الصادق ما ده ناس جوبك والشغلة يا ناس هسي تزال انت تقول له انتوا ليه سميتوا أنصار السنة؟ لك تميز من أهل البدع. طيب ده لسه انت ما جوبك معاهم شغلة دي ما لميتوها سوا، فدي كلها لخبطة وهوس ولف ودوران، وعندهم تناقضات كثيرة ونحن ردينا عليهم وما زال الرد إن شاء الله تعالى. فإنت في نهاية المطاف أعرف إنه الدين ده توحد الله، اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، تشك دربك تبقى حر، مش تسمع هنا المنتدى ده عرف التوحيد، بعد يومين ثلاثة تلقى الجماعة بغادي برضو شغالين، تجي أها وإنتوا كيف؟ والله نحن تمام، لكن في اجتماع هنا في كشومة. مرة جابوني أول ما بدت الخلافات دي قلعوني من هنا، هنا في كلية أصول دين شغالين ركن، قال لي بعد ده والله في اجتماع وجمعنا الطلاب كلهم في كشومة وجايبين الهواري، والهواري اعتذر ما جاء. وذاك أنا ما شفت يوم في حلقة في السوق شغال عرقان، والله الذي لا إله ولا شيخ كبير من المشايخ ده إلا واحد وضله مرق مرة واحد، المهم ضله، والتاني ذاك جاب له كذبة في المنبر 7 مليار وما مليار، ديل شفتهم في الحلقات. المهم فده قال الهواري ما جاء، تعالوا يتكلموا. ما شئت اتكلمت تمسختها عليهم ذاته، والله بقيت لهم زي الطابور الخامس، وأنا الله يتقبل كنت صادق معهم. قلت لهم يا جماعة، هم كانوا بيردموا الشباب ديل ويردموا فيهم وكذي إلى آخره، بعد ذاك جابوني أنا ولمون شت شبابهم، بعد ذاك أنا بديت أتكلم وإلى آخره وكذي. قلت لهم يا جماعة انتوا مش قلتوا الزول ما يتكلم في الكبار والشباب ديل يتكلموا في الكبار؟ هاي انتوا يا جماعة القاعدين ديل كلهم، طبعا كلهم طلاب جامعات، أكبر انتوا قلت لهم ولا مزمل؟ والله يا أخي أكبر هو، خلاص هو معناه من الكبار ما تكلموا فيه وكذي. الناس بقت واحدين يتلفتوا واحدين يعاينوا واحدين الكلام بقى لهم مسيخ، فالشغلة كلها في النهاية انت تترك الأحزاب دي كلها والطوائف. ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يدلنا على الحق وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه وهو راض عنه وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنجي كل أربع إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا. إن شاء الله الفيديوهات بتلقاها.